أبي سأل سؤالين، الأول عن الأوزاعي هل خرج على الحاكم، والثاني هل الشرك سبب في الغلاء؟ يعني بعض الدعاة بيقول الشرك من أسباب الغلاء إلى آخره. طيب، بالنسبة للأول، الأوزاعي ده جماعة إمام من أئمة المسلمين، وده في زمن الإمام مالك، وده زي ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال أئمة الدنيا في عهد أتباع التابعين، تابعي التابعين أربعة، قال في الدنيا كلهم أعلم ناس كانوا أربعة، قال الإمام مالك في الحجاز، والليث بن سعد في مصر، والأوزاعي وسفيان ديل في الشام وفي العراق، الأربعة ديل. من هنا الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي، الأوزاعي ما خرج على الحاكم، الأوزاعي لما جاء السفاح عبد الله السفاح، وجاء من أئمة العباسيين من حكام العباسيين، جاء قتل الأمويين وشال أموال، بل قال بعض أهل التاريخ نبش بعض القبور من شدة انتقامه من الأمويين، فجوا قالوا له، قال لهم من يرد علي قولي، هو سفاح زول بتاع قتل، قال لهم منو اللي بيقدر يرد علي كلامي ولا يغلطني؟ قال له لا نعلم إلا أبا عمرو الأوزاعي، بس أبو عمرو الأوزاعي ده بيقول لك الصح صح في وشك. فجوا قالوا له يا أبا عمرو إن السفاح قال كذا وقيل له كذا وهو الآن يأمر بك، قال تجيو. قالوا فذهب إلى بيته واغتسل ولبس تحت ثوبه ثوبا أبيض، يعني زي كفن يعني، بس إلا رجله مفكوكات، ثم أتى إليه فسلم، فرد السفاح السلام، أوش سلم ولا انحنى له ولا انكسر لي ولكن السلام عليكم ورحمة الله، رد السلام. قال أنت الأوزاعي، لأنه كان كبير في السن حتى انحنى ظهره، وجاء وهو وقور وعليه سكينة، احسبه الله حسيبه. فقال له أنت الأوزاعي؟ قال يقولون الأوزاعي وأنا الأوزاعي، أنا ذاته قال لي الأوزاعي. قال ما تقول في الدماء التي سفكنا؟ أنا قال لك قتلت لي ناس، أنت رأيك فيها شنو الدماء اللي قتلتها دي؟ بعد الأوزاعي بقى قدام الحاكم، ودي فيها أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عند دي ظرفية، ده ظرف عديل قدامه في نفس المكان، مو شوف المنبر وده في بلد تاني، عند قدامه ده قول له الحق. قال ما تقول في الدماء التي سفكنا؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، جاب له السند للرسول عليه الصلاة والسلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني وهؤلاء ما زنوا، كتلت ونديل ما زنوا، قال والنفس بالنفس وما قتلوا حتى تقتلهم، والتارك لدينه المفارق للجماعة وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله، يعني تكتلت وانظلم. قال فتلمظ تلمظ الأفعى الحية وغضب وأقبل عليه بسيفه، قال فرأيت وزراءه يلمون ثيابهم خشية أن يطير دمي في ثيابه، قال لما يتضايروا الناس بيجايوا وزراء. قال فمددت عنقي وأزلت عمامتي وقلت اضربها هنا، قال فقال ما تقول في المال الذي أخذنا؟ هل قروش الشيلنا رايك فيها شنو؟ لما بقى قد جنبه في وشه، قال يميتك الله ثم يحييك ثم يميتك ثم يحييك، ثم يسألك عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فأعد للسؤال جوابا، الله بيسألك. قال فغضب ثم قال انصرف، هم متوقعين يقتلوا، قال له انصرف. قال فلما انصرف خرج الناس معه، قالوا يا أوزاعي ماذا صنعت له؟ يعني الزول الليلة ما كتلك؟ ناس بيقول لا قال من الكلام ده بكتب، انت سويت ليش شنو؟ كجرت ولا سويت ليش شنو؟ يعني في زمننا ده كجر، فهم الناس يعني دي لك لبكجر وكجور ده بتاع دجالين. قال ماذا صنعت له؟ قال والله هذا الذي تخافون منه لما دخلت عليه رأيته كالذبابة، تخافوا منه زي، قال الناس تخاف من الله، قال. قال فلما مات الأوزاعي
جاء السفاح إلى قبره ووقف قال والله ما خشيت أحدا مثل ما خشيت هذا الرجل، والله لما دخل علي كأني أرى الأسد. قال لما خش علي وتكلم معي كأنه أسد، قال الله خوفه منه، فذا ما خرج عليه لأنه ده خاطب شنو في وشه، فإنت لو لميت في براءه في وشه قل له الحق، ده ما عندنا مشكلة، قل له الحق وانصحه وكذا وكذا إذا بين له إلى آخره، ويكون بينك وبينه زي ما في الحديث القبل. أما الشرك، الشرك يا جماعة سبب أي بلاء. الله قال كذا في القرآن سبحانه وتعالى، قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. شفت الشرك ده هو سبب الغلا والمعاصي. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما في كلام أوضح منه، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك الإنسان إذا وحد الله فإن الله يفتح عليه من الخير. يا أخي إبراهيم عليه السلام بدعوة، الله شوف البلد الدعاء عليها بقت كيف، ونحن بلدنا دي فيها زراعة، هسي تمرك برا الجامعة تزرع زرعة تقوم، ونسافر هناك نغترب بواد غيري ذي زرع، هم مفروض يجوا يغتربوا هنا حل الزراعة، لكن احنا نسافر لهم وموية هناك مالحة وهنا موية طعم وهنا كذا وهنا كذا، لكن الفرق شو الفرق؟ لأنه هناك دعا عليه النبي عليه السلام إبراهيم عليه السلام، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الآية الأخرى اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى آخره. هم بلدنا دي بلد هناك تفتشها شت ما في قبة واحدة، هنا كل خطوتين تلقى بنية مرفوعة، تقول لهم ليه يا جماعة بنوا على القبر؟ والرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، حرام تبني فوق له ولا طوبة، ويجصص حرام تسوي له جص زي الأسمنتي، ويقعد عليه حرام تقعد فوق القبر. في بلدنا دي بطبقوا الأولى بس إلا من رحم الله، لو طلعت فوق القبر يقول لك حرام حرام، الأخيرة عفوا بطبقوا الثالثة، لكن الثانية بتلقاها في بلدنا الجصص زي الأسمنتي ده بتلقى قبور مليسة. والبناء الأولى النهي فيها النهي تلقى الآن بناء، وفي البناء يجوا يتبركوا بالتراب وينادوا الميت، كيف البلد تنصلح؟ وده بغضب الله، الشغل ده بغضب الله سبحانه وتعالى. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ده الرسول قال كذا صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال، ده فيه لعن طرد من الرحمة، عشان كذا في المصائب وفي البلاوي يا نساوين ينادوا يا شيخ فلان ويا علان الحقنا، الرجال العربية دارة تنقلب يا فلان الحقنا يا فلان أفزعنا، ناس لو اعتمدت على الله صح والله كان كفانا وانتهى الموضوع. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيك كافي. فالموضوع طويل، نحن نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم.